منها جوزين العابدين مخلدوا، شبل الحسين ومن نعاه سجدوا، ذكراه ذكرى الطف يوم تحيرت في كربلاء عوائل تستنجد، صبر تنوء به الجبابر صبره، فحفيد طه للأذى يتجلد، يستذكر النيران لما استوقدت وضياع أهل البيت حين تشردوا، لكنهم جحدوا بأحمد قائدا، روحي فداه وأجرموا وتصلدوا، تركوا الحسين على الرمال مجندلا، وذووه أسارى والعقيلة قيدوا، وإمامنا السجاد ينظر باكيا هذه المصائب وهو صبط مصفد، صلت على زين العباد قلوبنا حزنا على الجرح الذي يتجدد. السلام عليك يا زين العابدين، السلام عليك يا زين المتهجدين، السلام عليك يا إمام المتقين، السلام عليك يا درة الصالحين، السلام عليك يا ولي المسلمين. السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدي شاشة قناة كربلاء الفضائية، نرفع أسمى وأحر آيات العزاء والمصاب إلى مقام مولانا الإمام الهمام المغيب صاحب العصر والزمان أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء بهذا المصاب الجلل، ألا وهو ذكرى استشهاد مولانا الإمام سيد الساجدين علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه. جعلنا الله وإياكم من الآخذين بثأره، وأن يشيد ذلك القبر المهدوم على يد مولانا الإمام المهدي المنتظر بإذن الله تبارك وتعالى. نكون وإياكم وحلقة خاصة إن شاء الله تحت عنوان عزاء القيود على مدار ساعة كاملة بإذن الله تبارك وتعالى. نتوقف على جملة من الأمور ونحن نعيش في ذكرى وفي رحاب هذه الشهادة الأليمة لمولانا الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، أكيد برفقة الدكتورة نور الساعدي رئيس قسم علوم القرآن في كلية العلوم الإسلامية جامعة وارث الأنبياء. السلام عليكم دكتورة نور، وأعظم الله أجورنا وأجوركم. عليكم السلام ورحمة الله ستنا هاوند، أعظم الله أجوركم وأجور المشاهدين الكرام جميعا والأمة الإسلامية بهذا المصاب الجلل وهذه الذكرى الأليمة التي تمر علينا سنويا، ونحن نستذكر شهادة الإمام زين العابدين الإمام المظلوم الذي عاصر جميع تفاصيل واقعة الطف قبل وقوعها وعند وقوعها وبعد وقوعها. نسأل الله أن يفرج لمولانا صاحب العصر والزمان لأخذ الثأر لهذه الثلة الطاهرة، إنه سميع مجيب. آمين رب العالمين. أحسن الله لكم العزاء، وأكيد لكل محبين وشيعة أهل البيت سلام الله تعالى عليهم بهذا اليوم. ست نور، بودنا أنه ننطلق من يعني مصاب صاحب الذكرى ألا وهو مولانا الإمام السجاد عليه السلام، ونأخذ من هذه الأصفاد والقيود التي قيد بها مولانا الإمام زين العابدين عليه السلام، وشاءت قدرة الله عز وجل في واقعة الطف أن يكون هناك يعني يصاب الإمام عليه السلام بمرض فيحيل هذا بينه وبين الجهاد بين يدي أبيه المولى سيد الشهداء عليه السلام. فخير ما نأخذ من تلك القيود التي قيدت يد الإمام زين العابدين عليه السلام، واليوم نأخذ درس من هذه القيود، أنه ننطلق أم نتحرر، كيف أنه ننطلق من بعض من القيود وتكون هي انطلاقة لنا طبعا كما انطلق مولانا الإمام زين العابدين عليه السلام، ولم يؤثر ذلك الوضع الحرج والصعب فيه، وإنما أكمل مسيرة أبيه المولى سيد الشهداء عليه السلام من خلال دور الرسالي ودور الإعلامي ودوره اللي الله سبحانه وتعالى كلفهم كأمة معصومين وكأمة مفترضي الطاعة في كل وقت وحين. طبعا مشاهدينا إن شاء الله راح نتوقف على هذا المحور ألا وهو لماذا لا ننطلق من القيود، لكن أي قيود؟
هناك بعض الأحيان أنه الإنسان يضع قيود لنفسه، وهناك بعض الأحيان أنه المجتمع هو الذي يجعل ويضع بعض من القيود فيتأثر بها الإنسان. هناك بعض من القيود تكون إيجابية وهناك قد تكون هي سلبية، لكن بالتالي يتأثر بها الإنسان سلبا أم إيجابا. ستنون إن شاء الله ننطلق بإذن الله من هذه يعني المفردة. بداية، كيف يمكن للإنسان أنه يتحرر من قيوده السلبية بين قوسين ويجعلها طبعا أنه انطلاقة بأن يتحرر نحو الأمور الإيجابية؟ نعم، أحسنتم ووفقتم. هذه أسئلة مهمة ومحاور جليلة لابد أنه يسلط عليها الضوء بشكل يحتاج إلى نوع من الدقة. القيود بصورة عامة هي ما نعبر عنها بالمعرقلات، وأحيانا نعبر عنها بالضوابط، وأحيانا نعبر عنها بالقوانين، وأحيانا نعبر عنها بالمشكلات. لكن القيود بصورة عامة تنقسم إلى قيود مادية وقيود معنوية. القيود المادية هي ما يتعلق بمسألة تعطيل إمكانات الإنسان من العطاء، من تقديم ما هو أفضل لسبب أو لآخر، وهذه التي هي ممكن أنه تكون أنه معرقلات أو إشكالات أو مشكلات. أما القيود المعنوية، نعم، هذه القيود التي يعني التي يكونها الإنسان لنفسه، بعبارة أخرى أنه الإنسان هو من يقوم بتقييد نفسه. هذه القيود المعنوية أو التي يفرضها الإنسان على نفسه هي إما أن تكون قيود واقعية حقيقية موجودة، وإما أن تكون قيود وهمية أصلا لا وجود لها. القيود الواقعية عادة تأتي إما من مجتمع أو تأتي من دين، أو أنه تأتي من الظرف الذي يحكم الإنسان أو يعيش فيه الإنسان. نعم، وفي كل الأحوال هذه القيود إذا كانت بين فرض أو أنه ماذا أو أنه الظرف العام أو الجو العام يحكمها. لدينا مثلا في الشريعة الإسلامية أو حتى الأديان السماوية بصورة عامة هناك ثلاث حقول مهمة جدا. الحقل الأول هو الحقوق، والحقل الثاني هو الواجبات، وهذه الواجبات هذه تحتها ممكن أنه نطلق كلمة قيد أو ضابطة. والأمر الثالث أو الحقل الثالث هو تنظيم سلوك الإنسان. نعم، فتنظيم سلوك الإنسان مع الواجبات لابد من وجود ضوابط، لابد من وجود قيود. نعم، هناك حريات، لكن في نفس الوقت هناك منظمات لهذه الحرية، لأنه الحرية إذا تركت بدون تنظيم، بدون وضع محددات لها، سيخرج من مسألة الحرية إلى مسألة التعدي على الآخرين، أحسنتم، وربما تنطلق إلى مسألة الفوضى. إذا استمر الاعتداء على الآخرين هنا سيذهب النظام، وإذا ذهب النظام بات المجتمع البشري أو المجتمع الإنساني يعاني من فوضى قاتلة لابد من وجود حلها. أحسنتم. ولذلك الأديان السماوية ركزت على مسألة تنظيم حياة الإنسان، تنظيم حياة الإنسان من خلال تنظيم علاقة الإنسان بربه، تنظيم علاقة الإنسان بنفسه، وتنظيم علاقة الإنسان بمن حوله بمجتمعه. هذه العملية التنظيم تحتاج محددات، فالقيود بشكل عام يعني بدون تخصيص للمراد من هذا المصطلح، نعم، يعني فيه تأويلات وتفسيرات عدة. أحسنتم. لذلك إحنا ما نريد يعني نريد نبين أنه للأشخاص وأيضا للسادة المشاهدين ولكل من يشاهدنا اليوم، سواء كان أنه يصل إلى أو واصل إلى درجة إيمان قوية بالله تبارك وتعالى وملتزم بهذه الحدود والضوابط والمنظمات كما عبرتم عنها اللي توجهت من قبل الله تبارك وتعالى للفرد يريد بها أنه صلاح البشرية، أنه يصل الإنسان إلى أعلى درجات الكمال
الإنساني. ست نور، أنه بالتالي الإنسان يتأثر بكل هذه، خلينا نقول أنه نعبر الضوابط أو الحدود أو القوانين، عبر ما شئت، سواء كانت الموجهة من الشريعة المقدسة، سواء كانت الموجهة من الدولة أو من بعض المؤسسات، سواء كان أنه من المجتمع أو هو اللي يخليها على نفسه. فبالتالي أكو شيء أنه يقول له هنا عندك حد، هنا عندك ضابطة، هنا لازم أنه تنظم نفسك. لكن أحيانا هذا يكون واجب، أحيانا قد يكون مو واجب، وإنما من باب العادات والتقاليد والأعراف. نحب نعرف أنه شلون يتمكن الإنسان من أنه يميز بين أنه هذا هو القيد الإيجابي وهذا القيد السلبي اللي لابد أنه يتحرر منه. أحسنتي. مسألة تحديد الإنسان للقيد الإيجابي أو القيد السلبي، يعني ممكن أن أعبر عنها يعني تسامحا أنه هي قضية فطرية. الإنسان بفطرته يستطيع أن يميز هل هذا المحدد إيجابي أو أنه سلبي. عادة السلبي هو ما يؤدي إلى مشكلة. عادة القيد السلبي هو دائما يؤدي إلى مشكلة، في حين القيد الإيجابي هو عادة يؤدي إلى ماذا؟ إلى حل، يؤدي إلى علاج، إلى معالجة. فمسألة تقدير أنه هذا القيد سلبي أو إيجابي هو الإنسان نفسه يستطيع أن يحدد هذا. هذا من جهة. من جهة أخرى لدينا من ناحية الشريعة لدينا مجموعة من الفروض ومجموعة من الأحكام التي يجب أن نمتثل لها. هنا هل تدخل مسألة الحرية أو التحرر من هذه القيود أو لا تدخل؟ هنا لابد أن نأتي ونرى رأي الشارع المقدس. هل هذا على نحو الوجوب؟ يعني مثلا الصلاة فرض، هل الصلاة واجبة أم أنه قضية مستحبة؟ طبعا حتى الصلاة هناك فيها واجب وهناك فيها مستحب، لكن ما علي أنه أنا أؤدي الواجب، أما المستحب فهو أمره متروك لي، إما أن أؤديها أو لا أؤديها. وهنا هذه مسألة الفرض، هل هو تقييد في واقعه في حقيقته، هل هو تقييد أم أنه تنظيم لسلوك الإنسان؟ واقعا الشريعة تقول أنه تنظيم، تنظيم لحياة الإنسان، تنظيم لسلوك الإنسان، تعلمه أن في أوقات النهار هناك ساعة لابد أن تخصص لربك، هذه الساعة لابد أن تحافظ عليها حتى تحافظ على هذا الكيان المستقيم الذي أودعه الله سبحانه وتعالى فيك وهو الفطرة السليمة. أحسنتم كثيرا. أست نور، صراحة قبل تعرجون إلى مسألة أخرى، يعني كل إحنا كمستخدمين ومشتركين بمواقع التواصل الاجتماعي، وصراحة نشوف أنه بعض المشاركات والتعليقات بين هؤلاء المستخدمين لهذه المواقع قد يطرحون أنه أمور عقائدية أو أمور فقهية. الأشخاص اللي يعلقون طبعا على هذه البوستات أو المناشير يقولون لهم أنه لا تقيدونه بهذا المعنى، أنه لا تفرضون أكو فد أمور صعبوا علينا، بينما أنه هذا فرض ومنزل من قبل الله تبارك وتعالى. فليش أنه بعض من الأشخاص يعتبر أنه الحكم الشرعي أو أنه هذا الحد اللي جعل الله تبارك وتعالى هو يعني مثل ما ذكرتم كتنظيم للبشرية، بعض من الأشخاص لا يعتبره هو كقيد؟ السبب يعود إلى مسألة عدم المعرفة بهذه الأحكام. ودائما الإنسان عدو ما يجهل، كل شيء يجهله الإنسان يراه أنه هذا تقييد لنوع من التقليل من شأنه. في الواقع هو قبل لا أن يطرح هذا التعليق أو أن يعلق بهذا التعليق، هو هل قرأ هذه العقيدة مثلا؟ هل قرأ هذا الحكم؟ هل اطلع عليه؟ هل مثلا رأى ما فيه وما عليه؟ هنا هذه مسألة التعاطي والبحث مع المسائل الفكرية والعقدية والحياة الاجتماعية اليومية التي نمر فيها. هل أبني الأحكام جزافا مباشرة بدون البحث والاطلاع، أم أنه لا، أنا عندما أطرح أو أعرض رأي أو أنه أعرض تعليق هو بناء على بحث ودراسة؟ هنا الفرق. الله يعني مسألة وضع هذه المحددات والمنظمات، حتى هذا إذا انتبهت لعبارتي هو فيه تحديد، لابد أن تقرأ وتعرف وتعلم من ثم تحكم. هذه الشرطية هي عبارة عن ماذا؟ عن وجود شرط وجواب لهذا الشرط، وضع محدد ونتيجة التحديد ما هو. أما أطلاق الأحكام جزافا بدون معرفة بدون دراية، هذه واقعا مشكلة
ليس فقط على النحو الجانب الشرعي أو العقائدي، بل حتى في المشكلات أو الحياة الاجتماعية اليومية التي نعاصرها. دائما ما تكون أحكامنا جاهزة، أحكامنا متسرعة من دون التأني في عملية إطلاق الحكم. هذا من جهة. من جهة أخرى، حتى لو أنه فرض بعض يعني بعض الأخوة بعض الأخوات، إذا نظروا أنه لماذا تقيدوننا، لماذا تحدون من حرياتنا، واقعا أنه هي أين حريته؟ هذا ما يمارسه، هل هي هذه حرية فعلا أم أنه هو يعيش نوع من التشتت، نوع من الفوضى؟ فهو عليه أن يحدد نوع الحالة التي هو يعيش فيها، هل هي فعلا حالة من الحرية أم هي حالة من يعني اللا تنظيم؟ وهذه مسألة اللا تنظيم ويلاتها ومشاكلها كثيرة جدا على الفرد، حتى تشعره أن يومه يبدأ وينتهي وهو لم يقدم شيئا، لا لنفسه ولا لعائلته ولا لمجتمعه ولا لأي شيء. وإذا ما فائدة وجود الإنسان؟ الإنسان لابد أن يكون كائن منتج. الله سبحانه وتعالى أوجدنا لغاية، هذه الغاية هل حققناها؟ حتى الذين لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، حتى الذين لا يؤمنون بوجود الله، هناك لابد من وجود غاية لوجودهم، وإلا وجودهم يكون عبث بالنسبة لأنفسهم هم، وليس بالنسبة يعني لخلق الله سبحانه وتعالى. هم ما هي الفائدة من وجودهم؟ أنت خلال اليوم ماذا قدمت؟ ما هو الشيء الذي أنتجته لنا أو أنتجته لنفسك؟ هذا هنا السؤال. أنا يعني على يقين أنه لو سئل أصحاب هذه الآراء وهذه التعليقات هذا السؤال، أنا متأكدة أنه سيقف. أحسنتم. لكن القرآن يقول ست نور أنه كل يعمل على شاكلته، يعرفون الآية المباركة. فقد أنه يسمعون هؤلاء الأشخاص اللي بين قوسين يقول إحنا غير منتجين أو ما يراعون اتجاههم، ما يكون هو يعني اتجاه أنه العنصر الفعال اليوم بمجتمعه، قد يكون بأسرته بمجتمعه بصورة عامة، فقد يكون بعيد، يقول أنه للعلم أو لهذه الأمور أكو ناس إلها أهل، يعني أصحاب اختصاص أو مشاكل، فما يفكر أنه إنتاج باليوم شنو اللي راح يكون، هل أني دا أنتج أفيد مجتمعي أفيد أسرتي أفيد وطني أو لا، فهذه الأمور ما تختلج نهائيا بباله. هذه مشكلة إذا لم تختلج لديه. نعم. لأنه هنا معناه لدينا مشكلة في بناء شخصية هذا الإنسان. نعم. وإلا أنه حتى الأجهزة التي نحويها في البيت هي لها فائدة، وإلا لو لم ليس لها فائدة لما يعني لما اشتريناها ووضعناها في البيت. حتى الأثاث الذي نستعمل له فائدة وله يعني له قضية نفعية ترجع بالنفع على مستخدمها. الإنسان إذا فكر بهذه الطريقة وأن لأهل العلم اختصاصهم، نعم هناك مسائل لابد من الرجوع فيها لأهل الاختصاص، ولكن هناك شيء اسمه ثقافة عامة، هناك شيء اسمه معرفة عامة، هناك شيء الإنسان عليه أن يسأل نفسه. بالنتيجة نحن لسنا أجهزة تسجيل فقط نستقبل وانتهى الموضوع، لابد أن نرسل. ماذا نرسل؟ ماذا نرسل لأنفسنا؟ ماذا نرسل لمجتمعنا؟ ماذا نرسل لمتعلقينا؟ متعلقينا ماذا نرسل لهم؟ هذه الأخت، هذا الأخ، هو في واقعه إما أم وإما ماذا وإما أب، ماذا سيعلم أبناءه؟ هل سيعلمهم على الاتكالية؟ يعني تمضي أيام حياتهم وأعمارهم في مسألة أنه كل شيء موكل إلى الآخرين، هم يقومون نيابة عن واقعا؟ هذا يعني مشكلة، ولذلك قلت لك أنه هذه مشكلة لابد من معالجتها. الإمام الحسين سلام الله عليه ونحن في رحابه وفي ذكراه، الذين كانوا يقاتلونه عبارة عن، أنا دائما أعبر عنهم بأنهم ريبوتات مبرمجة لقتال الإمام الحسين، لا يعرفون من هو، لا يعرفون على ماذا يقاتلوه، لا يعرفون أصلا هذا الرجل الذي سيقتل ما هي العواقب بعد قتله. هكذا كائنات لا يمكن أن تسمى إنسان، وإنما كائنات مبرمجة، ونحن لسنا كائنات مبرمجة. أكيد. نحن الله سبحانه وتعالى أودع لنا عقول وأعطانا وجدان
وأعطانا فطرة سليمة، وهنا لابد أن نحكم هذه المنظمات الثلاثة لنعرف أين نحن ومن نحن وإلى أين. أحسن. الإنسان لابد أن يعرف إلى أين. حتى مسألة أنه الإمام السجاد سلام الله عليه لما صعد أعواد الموجودة في قصر يزيد وقبلها في الكوفة، كان ماذا يريد؟ يريد أن ينبه الأمة، يقول لها أنتم لستم أناس بلا عقول، لابد أن تحكموا عقولكم، اعرفوا من نحن أو اعرفوا من أنتم، لا تبقون أنه كما يعبر الإمام أمير المؤمنين تنعقون مع كل ناعق وتسعون مع كل صاحب راية وكل صاحب صوت، لابد أن تعرف تميزون بين الحق والباطل. هنا تتضح شخصية الإنسان، هنا يكمن جوهر الإنسان ويظهر عبر سلوكه. أما أنه نبقى نردد كل ما نسمع، هذه قلت لك عزيزتي أنها فعلا مشكلة تنبع عن وجود في بنية الإنسان نفسه، ولابد من مراجعة نفسه. أحسنتم كثيرا طبعا. أحسنتم. طيب الله أنفاسكم ست نور. نعود لتتمة المحاور إن شاء الله، لكن بعد ما نتوقف مشاهدينا الكرام من خلال هذا الفاصل وبعض من الأحاديث المأثورة عن مولانا الإمام السجاد عليه السلام، فكونوا برفقتنا. سأل رجل الإمام السجاد عليه السلام فقال له: أخبرني يا ابن رسول الله، بماذا فضلتم الناس جميعا وسدتموهم؟ فقال له: أنا أخبرك بذلك، اعلم أن الناس كلهم لا يخلون من أن يكونوا أحد ثلاثة: إما رجل أسلم على يد جدنا رسول الله فهو مولانا ونحن ساداته وإلينا يرجع بالولاء، أو رجل قاتلنا فقتلناه فمضى إلى النار، أو رجل أخذنا منه الجزية عن يد وهو صاغر، ولا رابع للقول، فأي فضل لم نحزه وشرف لم نحصله بذلك. سألوا الإمام السجاد عليه السلام عن الاستغفار والتوبة إلى الله تعالى فأجاب: استغفروا الله وتوبوا إليه فإنه يقبل التوبة ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. سألوا الإمام السجاد عليه السلام عن أشد الساعات فأجاب: أشد ساعات ابن آدم ثلاث ساعات: الساعة التي يعاين فيها ملك الموت، والساعة التي يقوم فيها من قبره، والساعة التي يقف فيها بين يدي الله. سألوا الإمام السجاد عليه السلام عن الفرق بين الكريم واللئيم فأجاب: الكريم يبتهج بفضله واللئيم يفتخر بملكه. الله تعالى أجورنا وأجوركم مشاهدين الكرام مرة أخرى، ونجدد لكم العزاء والمواساة بذكرى استشهاد مولانا الإمام زين العابدين وسيد الساجدين صلوات الله وسلامه عليه، وجعلنا الله وإياكم من الآخذين بثأره والذين ينالون شفاعته وشفاعة آبائه وأبنائه البررة في الدنيا والآخرة. مشاهدين الكرام، ما زلنا وإياكم إن شاء الله في حلقتنا الخاصة لهذا اليوم والتي تحمل عنوان عزاء القيود، ننطلق أم نتحرر؟ كيف أنه ننطلق من بعض من القيود اللي يجعلها الإنسان طبعا لنفسه وبالتالي أنه يحقق هدفه بالحياة. مشاهدينا، إن كانت طبعا هذه القيود نابعة من هوى النفس وغلبة الشيطان وبعض من الأمور التي لا يرتضيها الله سبحانه وتعالى، على الإنسان أن يتحرر منها. أما إذا كانت هذه القيود هي التي تمنع البائع من البخس
وتمنع أنه لعله الإنسان أن يمد بنظره على الآخرين، تمنع الإنسان من المعاصي، نستجير بالله. فهذه هي القيود والضوابط والنظم التي يسعد الإنسان بسببها في الدنيا والآخرة. طبعا نعود بالحديث معكم إن شاء الله دكتورة نور، وما زال الحديث حول أنه القيود أحيانا تكون سلبية وأحيانا تكون إيجابية. يمكن اليوم يعني أوضح أو أجلى مفهوم إن صح التعبير على مسألة القيود بالعالم بصورة عامة هي مسألة أنه حجاب المرأة. يعني قد تتخذ بعض النساء كتحصيل لها من أعين الآخرين، وقد تتخذ بعض النساء أنه كقيد، أنت لا تقيدني بهذه المرحلة العمرية. قد تكون هي مفكرة في يعني مرحلة عمرية معينة أنه ترتدي الحجاب، أو قد أنه يعني مقانعة نهائيا بهذه الفكرة. فمسألة الحجاب هي مسألة أنه فكرة معينة أو ضابط الله سبحانه وتعالى طبعا فرضها على المرأة. قد تكون بعض النساء تعتبرها كقيد، يمكن هي مرتدية الآن الحجاب لكن باب أنه الأعراف والتقاليد وسمعتها بين الآخرين. أحيانا أنه المرأة مرتدية الحجاب لكن بقناعتها التامة. فأحب أعرف أنه الفرق، هذه المرأة شلون تفكر، هذه المرأة يعني طريقة تفكيرها. دعينا نتكلم عن الامرأة الواعية التي ارتدت الحجاب عن إيمان بالله سبحانه وتعالى وامتثالا لأحكامه، وكيف تواجه المجتمع الذي يتهمها بأنها لديها نوع من عدم التحضر بهذا. ومن ثم أتكلم عن الجانب الآخر. الامرأة في الإسلام وحتى في الأديان السماوية الأخرى هي كائن له خصوصية، كائن له وقار، كائن له مكانة خاصة لابد من أن يعتنى بها لأنها هي أساس المجتمع. نعم. فهذا الأساس إذا كان نظيف قوي طاهر عفيف فالمجتمع سيكون كذلك. أما إذا كان لا، هذا الأساس ملوث، فيه شائبة من هنا أو هناك، يعني وجود لوثة، معناها المجتمع سيكون ماذا؟ سيكون ملوث وفيه كثير من الشوائب. أحسنتم. نتوقف هنا ست نور صراحة إذا تسمحون لنا. نعم. يعني في بداية الحلقة كان بين طيات كلامكم ذكرتوا إلى مسألة جدا لفتت صراحة انتباه، وأكيد يعني لفتت انتباه السادة المشاهدين، هي مسألة أنه الفطرة، كيف أنه يحدد الإنسان أنه هل هذا القيد هو إيجابي أم سلبي. أرجعتم هذه المسألة إلى فطرة الإنسان. طيب إذا هنا طبعا تلوثت فطرة الإنسان بسبب المعاصي نستجير بالله، ظل أنه يشوف الأمور غير أمور، ظل أنه معطيات غير معطيات. هنا القرآن يقول بران على قلوبهم، يعني نظرت إلى الأمور تغيرت. هنا السبيل إلى أين، وكيف أنه يحدد الإنسان مصيره ويخرج من هذا ما يتعلق بالنوع الآخر من بعض الأخوات الذين يرون أنه الحجاب فيه نوع من التقييد. نعم. هذه المرأة المؤمنة الصالحة التي فطرتها سليمة لماذا لجأت إلى الحجاب؟ ليس فقط لأنه فرض من الله سبحانه وتعالى، أو أنه الحكم الشرعي يقول بذلك، أن القرآن نص على هذا الأمر، أنه لابد من ستر المفاتن وستر الزينة لدى المرأة. هذا نابع من أن المرأة ترى أنه الحفاظ على كيانها وعلى الشيء الثمين لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون مغطى ومستور. بعبارة أخرى أنها ترى نفسها شيء ثمين لابد من المحافظة عليه. الجانب الآخر أو النوع الآخر من النساء ترى أنه هذه ثمنيتها إن صح التعبير أو مكانتها تحفظ بماذا؟ تحفظ بإظهار ما لديها من زينة، يعني على العكس. هذا النوع في الواقع هي تهين وتضع من هذه المكانة من حيث لا تشعر. أحسنت. لأنها هنا ماذا ستفعل؟ أولا هنا خالفت فطرتها، الفطرة السليمة التي أودعها الله سبحانه وتعالى فيها، خالفت الحكم الشرعي. طبعا بالمناسبة نحن نتكلم عن النساء المسلمات، هنا خالفت الحكم الشرعي.
بل حتى اصلا حتى الاديان الاخرى هناك لديهم فرض مساله الحجاب، لكن هذا بحث اخر لا نريد ان نستغرق فيه. خالفت فطرتها، ماذا سيترتب على مخالفه هذه الفطره؟ الذي قلت ان المراه هي اساس المجتمع، فاذا هذا الاساس كان ملوث او منحرف او غير صحيح فالمجتمع ماذا سيكون؟ المجتمع كله سيكون فيه لوثه لابد من معالجتها. هذا هنا لا تؤثر فقط على نفسها، وإنما ستؤثر على أبنائها، وستؤثر على من يحيطونها من أخوات، من زميلات في العمل. تؤسس لفكرة معينة، تؤسس لفكرة خاطئة وهي مقتنعة بأنها ماذا هي صحيحة. هنا لابد أن تسأل نفسها من باب الفضول، هسه لا يعني مو من باب أنه لابد أن نبحث، من باب الفضول، يعني لماذا بعض الأخوات يلبسن الحجاب؟ هل هو عرف اجتماعي كما تفضلتم أم أنه لا هو تنظيم ديني؟ واقعا هو تنظيم ديني بحكم عملي داخل جامعة، وجامعة كما تعلمون أنها فيها خليط من الذكور والإناث، يعني الطالبات والطلاب، والاطلاع على كثير من المشكلات الموجودة. الأخوة الطلبة، أبنائنا الطلبة من الذكور يفضلون التعامل والحديث مع الأخوات المحجبات أكثر من المحجبات المحتشمات، أكثر من المتبرجات. لماذا؟ الإجابة هنا بدقة، يقول حتى نبعد عن أنفسنا الشبهة. وضحت الشبهة، نبعد عن أنفسنا الشبهة، وهذه تكون محترمة. الحديث معها لا يثير ماذا؟ لا يثير شك أو لا يثير نوع من الإشكالية، على قدر الحاجة، على قدر السؤال عن درس، عن قضية معينة، عن شيء داخل الجامعة مع الطالبة المحتشمة المحجبة يكون التعامل أفضل. لماذا؟ لأن هي تعرف حدودها، والطالب أيضا ماذا؟ يعرف حدوده، ويكون التعامل وفق الحدود الشرعية التي رسمها الله سبحانه وتعالى، وهنا تكمن الحرية بأحلى صورها، بأجمل صورها. أحسنت. وهذا في المجتمع الصغير، في الحرم الجامعي. في الحرم الجامعي. فكيف الحال إذا فكيف كان إذا كان المجتمع؟ المجتمع هنا فيه كثير من المجالات، فيه الأسواق، فيه الدوائر، فيه المؤسسات، فيه الحياة الاجتماعية، في الشارع الواحد، في الحي الواحد. هذا هنا عنصر واحد إذا كان لديه شبهة قد يعني يؤثر على مجموعة من الناس. وقبالة أنه شخص واحد إذا كان مؤمن بفكرة معينة وهذه الفكرة صحيحة وعقيدة صحيحة ونابعة من مصادرها والمعرفية النقية، صدقي أنها ستؤثر في المجتمع بالغ التأثير. وأيضا نضرب المثال على مسألة الجامعة، لدينا كثير مثلا من الطالبات المحتشمات، أثرنا في زميلاتهن، أثرنا حتى في تغيير فكرتهن على هنا ليس فقط فرض ديني، وإنما أصبحت هناك قناعة. ستنا هون نحن لدينا مشكلة أنه نمتثل لكثير من الأوامر فقط من باب الامتثال وليس من باب القناعة. حسنتم. والقناعة بالشيء لابد أنه تتحقق، وإذا لم تتحقق فإن الامتثال يكون مؤقت. أحسنتم. وبمجرد يعني ارتفاع السبب أو تغيير البيئة، سنرجع إلى ما كنا عليه. حسنتم. وهذا حال طبعا بعض من الأشخاص، ولذلك هذا هنا القرآن ماذا يعبر عن الأعراب عندما قالوا أننا مؤمنون؟ قال لم إنما أسلمتم ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. نعم. هنا عندما يصبح القناعة جزء من سلوك الإنسان، هنا أطمئني أنه لن يتأثر. حسنتم. حتى وإن ظهرت كثير من الأفكار المنحرفة، كثير من النظريات غيرها، لن يتأثر لأنه أساسه قوي. حسنتم. مبني على دراسة ووعي ومعرفة. وهذا ما قلت أن الإنسان لابد أن ينتبه، هو ليس يعني مسجل فقط، وإنما هو لديه فكر لابد أن يحركه. أحسن. هذه النعمة التي أنعمها الله سبحانه وتعالى وميزنا بها عن باقي مخلوقاته لابد أن نفعلها. إذن هذه رسالة ونخرجها من مسألة التعطيل. نعم. سنتم. هي رسالة للأم وتوصية. والأب وأيضا المربين، أنهم من يأتون ويعلمون أبنائهم الحكم الشرعي والعقيدة ويغرسون بقلوبهم وعقولهم طبعا العقيدة الصحيحة، أحيانا بأسلوبهم عفوا الخاطئ أو عدم إلمامهم طبعا بالأساليب التربوية الصحيحة، هنا كأنما يعلمهم أنه هذا قيد، أنت متقيد،
لازم انه ما تخرج عنها. ما يعلمهم انه اكو فرق بين ام تقول له مثلا ابنها صلي لا يعني الله سبحانه وتعالى يخليك بالنار مثلا، اكو ام انه لا الله سبحانه وتعالى رافقني انه للصلاه، يا الله سبحانه وتعالى انه هيئنا الجنان وكذا وكذا، فشتان طبعا بين انه الفكرتين. فبالتالي اقول هذه مسؤوليه انه العائله والمحيط الاسري في انه كيفيه غرس طبعا هذه المفاهيم. احيانا يفهمها الطفل وهو اللي ينشا طبعا شاب كقيد، أو أحيانا طبعا كضابطة، ومثل ما ذكرتم كحدود يجعلها الله تبارك وتعالى. طبعا إذا تسمحون نست نور أكيد والسادة المشاهدين، نذهب إن شاء الله إلى فاصل، ومن ثم نعود لتتمة الحلقة. ألا يا أمين الله وابن أمينه على خلقه العافي به والمعاقب، لك الحجر الميمون دون محمد، مقر بفرض الود جهرا مخاطب. وكم لك بالقرصين بذلا لعائل، وتكليمك الصخر الأصم مناقب. فيا ليت لكان الطريد ولم تكن، تنوبك من آل الطريد النوائب. ودس إليك السم غدرا بمشرب، وليد فلا ساغت لديه المشارب. فيا لإمام محكم الذكر بعده تداعت له أركانه والجوانب. ويا لسقيم شفه السقم والبكا، ويا لنحيل أنحلته المصائب. ويا لفقيد قد أقامت مآتما عليه المعالي، فهي ثكلى نوادب. ولله أفلاك البقيع فكم بها كواكب، من آل النبي غوارب. حوت منهم ما ليس تحويه بقعة، ونالت بهم ما لم تنله الكواكب. فبوركت أرضا كل يوم وليلة، تطوف من الأملاك فيها كتائب. مناقبهم مثل النجوم كأنها مصائبهم، لم يحصها الدهر حاسب. وهم للورى إما نعيم مؤبد، وإما عذاب في القيامة واصب. هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم. هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا. نجدد لكم العزاء والمواساة مشاهدين الكرام، وما زلنا وإياكم إن شاء الله في حلقتنا الخاصة لهذا اليوم، ونحن نعيش في رحاب استشهاد مولانا الإمام السجاد سلام الله تعالى عليه. رزقنا الله وإياكم زيارته إن شاء الله في الدنيا، وجعلنا من الذين يحذون حذوه ونهجه المبارك بإذن الله تبارك وتعالى. طبعا أستاذ نور، نرجع إن شاء الله
الله لموضوعتنا هي مسألة أنه القيود، ونتوقف طبعا أنه على حال مولانا الإمام السجاد عليه السلام باعتبار أنه انطلقنا من هذه القيود التي قيدت يعني يد الإمام عليه السلام، لكن هذا ما عاق أنه كمل دوره بعد واقعة الطف، وأحدث هناك تغيير طبعا في المجتمع من خلال طبعا الأدوات اللي استخدمها كالدعاء والبكاء وما شاكل حسب ما تذكر بعض من الروايات. طيب يعني مع هذا الحال أنه الإمام عليه السلام لكن يعني نشوف أنه ما توانى أنه عن الفرض اللي الله سبحانه وتعالى فرض عليه كإمام معصوم، فما هي الأدوار طبعا اللي الإمام عليه السلام أنه يعني أداها بعد واقعة الطف؟ أدوار الإمام زين العابدين عليه السلام كثيرة بعد واقعة الطف، كان أهم دور لابد أنه يقوم به هي عملية التصحيح الفكري للمجتمع، لأنه كان يعاني نوع من الانحراف الفكري الذي أدى إلى أن يخرج جيش بكامله لقتال سبط رسول الله صلى الله عليه وآله. هنا معناها لدينا مشكلة معرفية فكرية عقائدية لابد من معالجتها. هذا كان الخطر الأساس الذي شخصه الإمام زين العابدين أثناء واقعة الطف وبعدها. كيف يعالج الإمام هذه المشكلة وهو في حالة أسر، وهو في حالة تكبيل، أنه مقيد، والسلطة الحاكمة في آنذاك هي في أوج نشوة انتصارها وفي حالة هستيرية لما تعتقده من أنها انتصرت. نعم. فأي كلمة للإمام السجاد عليه السلام هي واقعا يكون نتاجها أو ضريبتها هو ماذا؟ هو قتل الإمام سلام الله عليه. ولكن هذا لم يوقف الإمام السجاد. نعم. لأن هناك وظيفة لابد أن يؤديها، هذه الوظيفة حتى لو أدت إلى أن يدفع حياته الشريفة لأداء هذه الوظيفة إذن لابد من تأديتها. نعم. وهذا هو نفس المبدأ الذي انطلق منه الإمام الحسين عليه السلام، وهو لابد من إصلاح ماذا؟ من إصلاح دين رسول الله الذي تعرض لهذه الانحرافات الخطيرة، لأنه الدين إذا انحرف معناها أنه الناس ستبدأ تعيش حالة الفوضى التي تكلمنا عنها في بداية الحلقة، وستخرج إلى اللا نظام. هناك لا تحفظ دماء ولا تحفظ حرمات ولا تحفظ كيانات ولا تحفظ يعني الحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى. وهنا انتقلنا من المجتمع الإنساني إلى مجتمع الغاب، وهذه القضية جدا مهمة. الإمام السجاد من خلال ما رآه في واقعة الطف وما بعد واقعة الطف شخص أن هناك مشكلة فكرية عقائدية لابد من تصحيحها. وهذا نلحظه سواء كان في مجلس عبيد الله بن زياد في الكوفة أو مجلس يزيد في الشام. أحسنتم. عندما سأل عبيد الله أنه من هذا، يعني يدي يسأل عن الإمام السجاد عليه السلام، قالوا أنه علي بن الحسين. العبارة كالآتي: أوليس قتل الله عليا؟ قتل الله عليه النسب القتل لله سبحانه وتعالى. الإمام هنا يجيب عن هذه الشبهة، يقول: لا، بل قتله الناس. الله سبحانه وتعالى يتوفى الأنفس حين موتها. أما مسألة القتل، هذه القتل يأتي من الناس لا يأتي من الله سبحانه وتعالى. فهو رد عقائدي، يعني رد عقائدي، لكنه رد يعني محفوف بالمخاطر. هنا الإمام السجاد عندما أجاب بهذه الإجابة، هو كان في قصر الإمارة، وقصر الإمارة يعني السلطة الأموية، والإمام هنا حياته في خطر، ولذلك قال: اضربوا عنقه. لكن الإمام لم يتقيد بهذا القيد الذي هو ماذا؟ قيد الخوف من السلطة. هنا واجه الإمام، لأنه لابد من قول كلمة الحق في محضر حاكم جائر. أحسنتم. في قصر يزيد في الشام نفس القضية أعيدت.
عندما صعد الخطيب ليخطب بالناس وكان القصر مملوء بالوافدين على يزيد والمتجمهرين لرؤية هذا الركب الذي جاء بالأسر والانتصار بعد المعركة بموازين ومعايير بني أمية، ليروا من هؤلاء، من هم. هنا الإمام السجاد كان يريد أن يرفع القيد الفكري والتضليل الإعلامي الأموي الذي كان يمارس على أهل الشام. أحسنتم. وبالتالي هذا لا يعني لا يتحدد بأهل الشام فقط، لأنه سينتشر الخبر. أكيد. أكيد. نعم. فالإمام أراد أن يصحح هذا، أن يرفع هذه القيود التي قلنا أنها القيود التي يوهمون الناس بها. نعم. فعندما صعد الخطيب وتناول أهل البيت عليهم السلام بالشتم والسب والاتهامات والافتراءات، نظر إليه الإمام السجاد للخطيب وقال: اشتريت رضا المخلوق بسخط الخالق. وهنا لابد من أن يكون للإمام سلام الله عليه موقف. وأيضا هنا الموقف محفوف بالمخاطر، لأنه هو في قصر السلطة الحاكمة، في مركز السلطة الحاكمة. وهناك جاليات أخرى من غير المسلمين، وهناك مسلمون مضللون. فالآن لابد أنه الإمام يعطي هذه الصعقة الكهربائية وهذا التوهج المعرفي ليعيد الناس إلى وعيها. أحسنتم كثيرا صراحة ست نور، يعني يعجز اللسان عن حال مولانا الإمام السجاد عليه السلام، وللتو أنه خرجوا من كربلاء وهذه رحلة السبي نحو الشام، لكن نجد أنه حينما نتأمل في خطب الإمام عليه السلام سواء كانت في الكوفة أو في الشام، نجد أنه على المؤمن وعلى كل مسلم حريبه أنه يتأمل مليا في مفردات والمضامين العالية في هذه الخطب. يعني عادة أنه الإنسان من يكون في موقف ضاغط وموقف حرج، قد أنه ما يفكر بأمور خلينا نقول أنه إصلاحية أو ثقافية أو ينشر هذه الأمور طيب عن الطيبة بالمجتمع، لكون أنه الإنسان هو عبارة عن طاقة يمكن أنه يأجلها إلى وقت آخر. لكن هذا الأمر ما منع الإمام السجاد عليه السلام مع القيود والأصفاد طبعا المكبل بها عليه السلام. ست نور، إن أمكن طبعا كلمة أخيرة بدقيقة أو نصف دقيقة، طبعا حسب ما شيرنا السيد المخرج، أنه أحيانا يتقيد الإنسان من إطلاق كلمة الحق في محضر الخوف كما تفضلتم. هذا لم يؤثر على الإمام السجاد عليه السلام وهو في قصر الإمارة، لكن قال كلمة الحق وكان الرد رد عقائدي. شلون نقدر نتعلم اليوم هذا الدرس من مولانا الإمام السجاد، بحيث إذا كنا في أسرنا بمحال عملنا بمجتمعنا بصورة عامة والوضع تطلب أنه نقول كلمة الحق وإن كان هناك خوف؟ نعم. لابد من قول كلمة الحق، ولكن قولها بذكاء بشكل يبعد عنا الخطر وفي نفس الوقت يؤدي الهدف الذي من أجله تقال كلمة الحق. ولا يمكن أنه الإنسان صاحب المبدأ أن لا يقول كلمته في موقف يوجب عليه ويحتم عليه قول هذه الكلمة، لعل عدم قولها يؤدي إلى ضياع لحقوق الآخرين أو لضياع حق المتكلم. أحسنتم كثيرا، وطيب الله أنفاسكم وكل ما ذكروا إن شاء الله في ميزان أعمالكم وحسناتكم. شكرا جزيلا لكم ووفقتم. شكرا حياكم لكم. الله الأستاذ الفاضل والدكتورة نور الساعدي، رئيس قسم علوم القرآن في كلية العلوم الإسلامية في جامعة وارث الأنبياء. مشاهدين الكرام، كنا وإياكم على مدار ساعة كاملة إن شاء الله في حلقة خاصة تحت عنوان عزاء القيود. كل الشكر والامتنان إن شاء الله لمن أصغى واستمع وشاهد، ونخص بالذكر طبعا كادر الحلقة والسيد المخرج تعداد الزيادي. نقول ونتوجه بصاحب الذكرى: يا علي بن الحسين، أيها السجاد يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله.